جزاكم الله خيرا. الأخت مريم تقول في سؤالها: هل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخرين مع اعتقاد فضلهم جميعا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ حب الصحابة هذا من الإيمان، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ناصروه وأووه وجاهدوا معه، تحملوا عنه الشريعة وبلغوها لنا، وجاهدوا في سبيل الله، فتحوا المشارق والمغارب ونشروا الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة محبتهم دين وبغضهم نفاق، وهم يتفاضلون بلا شك. أبو بكر هو أفضلهم وأكثرهم محبة، وكذلك الخلفاء، بقية الخلفاء، وكذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة. فلا شك أن فضلهم يتفاوت، وتتفاوت محبتهم بحسب ذلك، لكن كلهم يشتركون في وجوب محبتهم لله عز وجل وفي الله. نعم.